مساء الخير كاليفورنيا، وجيناكم اليوم ايضا لزياره خاصه لكاليفورنيا من نيوجيرسي من راديو عرب امريكا لنسلط الضوء على المطاعم العربيه والمتميزه. واليوم جبنا لكم مطعم متميز بفلافل. فلافل حلموا بنا نتذوق الفلافل عند هذا المحل وهذا المطعم المتخصص بالفلافل. اهلا وسهلا فيكم. شوف الفلافل كيف يعملوا سندوتش الفلافل. انا متعود على سندوتشات الفلافل هيك شويه من هون وشويه من هون، وانا بعمل على البرنامج الناس بتطلع معهم سندوتش فلافل هيك. سندوتش فلافل، شفتوا سندوتش فلافل هيك؟ تعالوا معي خلونا نشوف كيف طريقه الفلافل. البسها وتغاوى بين العدوات، البسها وتغاوى بين العدوات. يا الله يا ابو الحيطه البيضاء، يا الله صحن تقليدي بحطوا فيها الفلافل. شوف شوف الضيافة، حط الضيافة راح ندوق. إبداع عن جد عن جد، مو قادر أتكلم، عجبني عن جد. في واحدة ثانية كمان. اليوم راح نشبع فلافل قبل ما نأكل سندوتش الفلافل. سمعنا عن فلافلكم واحنا جينا عشان اليوم نشوف سندوتش الفلافل في هذا المطعم صبابة. وايش هذا؟ هاي سلطة. انا فكرت هذا صبوي عربي، هذا عن بيلن، هذا كله للفلافل؟ كله للفلافل. نو 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 يا جماعة، شفتوا الغرابة والتميز وين؟ سندوتش فلافل مش عادية. أول شيء النكهة، الطعم هشة. شوفوا كيف زي هشة. الله الله الله، هش عن جد عن جد عن جد، اشي مميز. سندوتش قدام عينكم، الخبز عجيب هيك مليان الخبز، زي الكماج، زي ما تبع بلادنا زمان الكماج. يشلوط حط الحمص. طاسة الفلافل ضروري. يا سلام عليك يا سلام عليك، كيف تتصفط الفلافل فوق بعض. هلا بلشنا بالخلطات. واحد، عدوا معي ناس. اثنين، عدوا ثلاثة. حدا فيكم شاف فلافل بطريقة هذه يا جماعة؟ فعلا صبابة فلافل شاب، فعلا شطة. نسيت العد. ما شاء الله. كمان لسه ما خلص لسه في كمان لسه. يا عيني عليك. هذا هو سر الفلافل اللي هناك. احنا جيناكم خصيصا من ولاية نيوجيرسي عشان نوريكم الفلافل المميز في هذه الولاية في كاليفورنيا وصبابة فلافل. الهفي يا عود الكنبل، الهفي يا عود الكنبل، الهفي
حمراء والهاطور حمراء والهاطور مهاري. يا جماعة أنا في تفاهم بينه وبينها سبيسة فلافل، فأرجوكم الله يعين المشاهدين، راح أترككم وراح أروح على زاوية هيك لحالي على جنب هيك وأتمتع في هذه السندويشة، وبعدين راح أحكي لكم قصة الغرام اللي بينه وبينها والحكي والشجن اللي راح يصير بينه وبين الفلافل. إبداع 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 إبداع. ولا أروع عن جد يا جماعة، ولا أروع ولا أروع ولا أروع من هيك سندويش. يومين عشان أخلصها، مليانة يعني، تحس انك في تشكيله فعلا، تحس انك انت بنكهه عربيه في مذاق طيب اصيل، بذكرك بالفلافل تبع البلاد زمان، لما تحس ريحه الفلافل فايحه بالشارع، تحس بطعمها، تحس في اصاله البلاد من فلسطين. وحنتقل معاكم بعد شوي على موضوع ثاني مهم جدا في سبابة فلافل، ايش مهم جدا وموضوع انساني، راح انتقل معاكم بعد شوي. بالإبداع، طريقة التحضير، النكهة فعلاً معمولة على حسب الأصول. شو بدي أحكي وأتكلم فيها الفلافل هاي؟ واو 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 واو، إبداع 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 إبداع. بديتش يا عمه بديتش لا تكنينا، بديتش لا تكنينا، بكعيد حبيبي سروة، بكعيد حبيبي سروة، والنوم مفارق عينا، والنوم مفارق عينا. والآن أيضا عندنا موضوع ثاني في سبابة فلافل. شوف هاي الشركة، هذه الشركة لسبابة فلافل. شو هذه الشركة؟ هي بتعمل هذه التيشيرتات، شوفوها هذه التيشيرتات، بتعمل هذه الهودي عليها، طبعا كلكم راح تعرفوا شو مكتوب عليها. اوكي، وهون فلسطين، وايضا من الخلف جميع الالوان، الهودي الوان، يكون طويل وشتوي. شفتوا هذه الهودي كلها عليها علم فلسطين وعليها كلمات. هون هون طبعا صاحب مطعم سبابة فلافل بيقدم دعم لفلسطين وايضا للدول العربيه، 15% من قيمه هذه القطع الى فلسطين. يعني انت بتشتري من هذه القطعه، هو بيشيل منها 15% دعم لها لفلسطين، وبالاعياد ببعث للدول العربيه للمحتاجه مع التنسيق مع الجهات المعنيه لمساعدات اخواننا المحتاجين في دول عربيه. هذه بادره رائعه جدا جدا من صاحب مطعم سبابة فلافل، ان اثناء ايضا الشغل والبيع والالتزام مع الجمهور وحسن اختيار الاكل والطبخ والتقديم، ايضا قدم هذا الجانب الاجتماعي الرائع، يشارك اخوانه واهله في الوطن العربي. الله يعطيكم العافيه اخواني خواتي، كنا معاكم في برنامج زياره في ولايه كاليفورنيا في مطعم سبابة فلافل. نلتقي معكم ان شاء الله في زيارات اخرى، وين ما بعرف، أي مكان ما بعرف. إلى اللقاء.